ختام أولمبياد الشباب في مدينة نانجينغ الصينية وتواصل المسابقات المحلية في أوروبا وقرعة مرحلة المجموعات في النسخة 60 لدوري أبطال أوروبا بعد نهاية مواجهات الدور التمهيدي بالإضافة لتوالي صفقات ثقيلة العيار قبل ساعات على انتهاء الميركاتو الصيفي، ومعهم بالطبع انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس كانت أبرز أحداث هذا الأسبوع. البداية ستكون بكأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 عاما، حيث توج المنتخب الألماني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نظيره النيجيري بهدف دون رد في المواجهة التي شهدها الملعب الأولمبي في مدينة مونتريال الكندية مساء الأحد. قبلها بيومين توج أتلتيكو مدريد بلقب السوبر الإسباني للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على جاره ريال مدريد بهدف دون رد في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب فيسنتي كالديرون مساء الجمعة. في إسبانيا أيضا انطلقت منافسات النسخة 83 للدوري الإسباني، حيث شهد الأسبوع الأول فوزين، أولهما لبرشلونة على إليتش بثلاثية دون رد في الكامب نو، والثاني لريال مدريد على قرطبة بهدفين نظيفين في سانتياغو برنابيو. فيما بدأ أتلتيكو مدريد رحلة الدفاع عن اللقب بالتعادل السلبي مع مضيفه رايو فايكانو. ومن الغرب نطير لأقصى الشرق، حيث أسدل الستار يوم الخميس على منافسات النسخة الثانية لأولمبياد الشباب بفوز الصين بالمركز الأول برصيد 65 ميدالية، منها 38 ذهبية. تلتها روسيا ب 57 ميدالية، منها 27 من المعدن النفيس. أما البعثة المصرية فقد حصدت 10 ميداليات وأنهت البطولة في المركز 27 عالميا من بين 204 دولة. في باقي الدوريات الأوروبية تصدر توتنهام الدوري الإنجليزي بعد نهاية مواجهات الجولة الثانية بعد فوزه الكبير على كوينز بارك رينجرز برباعية دون رد. وفي نفس الجولة حقق تشيلسي فوزه الثاني تواليا على ليستر سيتي بهدفين، وحسم مانشستر سيتي حامل اللقب قمة مواجهات هذه الجولة أمام ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف لهدف، فيما سقط جاره مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع مضيفه سندرلاند يوم الأحد. ثم تكبد خسارة مذلة بعدها بيومين في كأس رابطة المحترفين أمام ميلتون دونز من الدرجة الثالثة برباعية بيضاء. أما في الجولة الأولى للدوري الألماني فقد استهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على ضيفه فولسبورغ بهدفين لهدف، وسقط وصيفه بروسيا دورتموند أمام ضيفه باير ليفركوزن بهدفين دون رد في لقاء شهد تسجيل اللاعب المغربي كريم بالعربي أسرع هدف في تاريخ البوندسليغا. مع الدوريات الأوروبية نتواصل ونتوقف في المحطة الهولندية هذه المرة، حيث وصل ايندهوفن مسيرة التألق عندما حقق فوزه الثالث على التوالي على حساب اياكس حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف. وخسر فاينورد وصيف الموسم الماضي أمام ضيفه أوتريخت بهدف لهدفين، وبنفس النتيجة فاز زفولا بطل الكأس والسوبر على فيتسي أرنهيم. في الجولة الثالثة للدوري الفرنسي حلق بوردو بالصدارة منفردا بعد فوزه الثالث على التوالي على حساب نيس بثلاثية مقابل هدف، فيما تعادل باريس سان جيرمان بطل الموسمين الماضيين أمام إيفيان جيار سلبيا، وحقق موناكو فوزه الأول على حساب نانت بهدف نجمه الكولومبي فالكاو. أوروبيا أيضا أسدل الستار على مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء بصعود 10 أندية لمرحلة المجموعات،
أبرزهم أرسنال الإنجليزي وبورتو البرتغالي وأتلتيك بلباو الإسباني وزنيت سان بطرسبورغ الروسي. وفي الميركاتو الصيفي بات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي عندما انتقل من ريال مدريد الإسباني لمانشستر يونايتد يوم الثلاثاء مقابل 75 مليون يورو. ماريا لم يكن النجم الوحيد الذي خطف الأضواء هذا الأسبوع، حيث سبقه المهاجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي الذي غادر ميلان الإيطالي عائدا للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول. أما جاري ريدز إيفرتون فقد وقع عقد لمدة عامين مع النجم الكاميروني صامويل إيتو لاعب تشيلسي. نستمر مع أهم الصفقات هذا الأسبوع، حيث أعلن بايرن ميونخ عن تعاقده مع المدافع المغربي المهدي بن عطية من روما الإيطالي لمدة 5 سنوات براتب سنوي يبلغ 4 مليون يورو. كما وقع العملاق البافاري أيضا مع متوسط ميدان ريال مدريد تشابي ألونسو مقابل 10 ملايين يورو. وضم برشلونة الإسباني مدافع ساو باولو البرازيلي دوغلاس بيريرا مقابل 4 ملايين يورو. أخيرا وفي اللعبة البيضاء انطلقت منتصف الأسبوع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس البالغ مجموع جوائزها أكثر من 9 ملايين دولار، وبمشاركة أبرز نجوم اللعبة في الفئتين، حيث يشارك الصربي نوفاك جوكوفيتش والسويسري روجي فيدرير والإسباني ديفيد فرير في فئة الرجال، فيما يغيب مواطنه رافائيل نادال حامل اللقب للإصابة. وفي فئة السيدات تشارك فاتنات اللعبة وعلى رأسهن البطلة الأمريكية السمراء سيرينا ويليامز متصدرة الترتيب وبطلة النسخة الماضية.